نعم أحمد، المدير التنفيذي لحركة الشعب يأمر، ومدير الحملة الشعبية لدعم السيسي رئيس لمصر. احنا رايحين لشرم علشان خاطر دعم للسياحة، عايزين نعرف الناس ان مصر بلد الامن والامان. عاملين بانرات بكل لغات العالم هنخاطب بيها العالم من هناك، وهنتكلم على ان مصر بلد الامن، الارهاب ما بيهزش مصر ابدا، الجيش والشرطة ما بيتهزوش من الإرهاب والعمليات الإرهابية اللي بتتعمل، والشعب معاهم. الشعب والجيش والشرطة هم نطاق واحد لداخل الأمن والأمان في البلد. أعرف باسمك؟ لطيفة صادق. أي البلاد؟ المغرب. ما شعورك وأنت الآن في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية؟ والله بلد جميلة جدا جدا جدا. هل تشعر بالأمان؟ والله أمان فوق ما كنا نتخيل. هل أذاك أحد في هذا المكان؟ لا 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 لا، بالعكس، بنطلع بنروح بنيجي، ما فيش أحد بيكلمنا. ليست هناك مخالفات أو أي خوف أي أحداث؟ لا لا لا، بالعكس، بلد أمان، ونتمنى من الله إن شاء الله يهدي الأوضاع وينصركم على من عداكم. على فكرة احنا جايين هنا عايزين نوجه رسالة لكل العالم ان مصر بلد امن وامان، وان شاء الله تفضل كده على طول، بدليل ان احنا موجودين في وسط الناس الاجانب. ومن اول ما دخلنا ابتدينا نخش شرم الشيخ، الجيش والشرطة مكثفين جهودهم ان هم عاملين كمان وحامين الطرق كويس جدا. فانا ببعت لهم كل احترام وتقدير للجيش والشرطة، وبقول لهم مهما يعملوا عمر الجبل ما هيهزوا ريح، وان شاء الله بإذن الله السياحة ترجع تاني لمصر والحياة ترجع لطبيعتها، وعمرنا ما هيهمنا اي حاجة، لا هيهمنا ضرب ولا هيهمنا اي حاجة. وبوصل برضو الرسالة دي لألمانيا، وبقول لها يعني احنا بنشكرك ان انت خفتي على رعاياك وخدتيها، مصر ما بيهزهاش اي حاجة، ومصر هتفضل بلد الامن والامان، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قرآنه، وان شاء الله ان شاء الله مش هيدينها اي 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 حاجة. يلا يا سيسي اكسب الكل، انت وربك زي المليون.
الإسكندرية. سيسي رئيس الجمهورية. سيسي سيسي يا بطل. متعود احلم كل ليله باللي فات، متعود احلم باللي شفته بعيني واللي سمعته ياما في روايات، برمى هم الدنيا كله فوق رموش العين واغمض لاجل مجني من سباتي كل ذكرى من سكات، وفي كل ليله قبل مرحل للسبات بحط حلمي تحت جفن العين واغمض لاجل محفظ كل صوره من الضياع ومن الشتات، كل ليله وليها حلم يا اما صوره منغمشه او حتى ذكرى مشوشه او كلام كان في حكايات، حلمت ليلة بالطفولة أيام ما كنت عيل كل همه ولعبته، وليلة تانية حلمت بأول يوم دراسة وافتكرت المريالة والشنطة المتفصلة اللي شايلة يدوب قلم وكام كتاب وكراسة، في الطابور المدرسي قالوا هنحيي العلم، رفعت راسي وكنت مدري يعني ايه كلمة علم، وبعدها طلعنا لفصول المدرسة، رفعت راسي وقلت أكتب أي شيء لقيت على السبورة رسمة علم، روحت جري خليت بنفسي مسكت صورة للعلم، بصيت لقيت كل لون جواه حكاية، أحمر ده دم شباب بيروي كل شبر في أرض مصر، دم سال دوي برمال ملهاش عدد ولا ليها حصر، صرخة جنود حلفة يمين تحمي الحدود، وهتاف جميل بيقول في نصه نموت نموت وتحيا مصر، أبيض عالمنا ده عقد بينا وبين جيراننا عشان نعيش مطمنين، جوه منه رمز جيشنا اللي يحامينا في كل حين، أما آخر لون ده ظلم، لون بيحكي كل صرخة وكل أنة، لون عشان تعرف حكايته هتبكي دم مكان دموعك، ده مرار وعاش في بلدنا طافح بالسنين، وساعتها بس عرفت ايه معنى العلم، يعني اللي راحوا عشان نعيش، هو السلام اللي في غيابه ما نسويش، يعني اللي عاش على ارض ملكه وانظلم، صحيت مدمع وقتها واول كلمة قلتها يا ميت خسارة يا بلد، ده انا كنت عيل بس علمك فوق جبيني، جبتلنا ليه اللي يخونك وببساطة يقول ده حقي، انا بحمي ديني، انا مش بولول مش بخبط في الكلام، ده انا مش مصدق كل حاجة شافتها عيني، قصر الكلام من غير ما طول شوفوا حل، اصل الكلام من غير ما نعمل حاجة صح كتير ومنه الشعب مل. مساء الخير يا فندم، معاكم محمد كمال الليسي من كفر الشيخ وشهرته بشرم الشيخ ماركو، والله يعني الحمد لله من يوم الاخوان سابوا البلد والبلد اشتغلت والبلد الدنيا حلوه بقت لذيذه وبقى فيها حركه وبقى فيها امان واخدين حريتنا والحمد لله بسم الله ما شاء الله، يعني هنا السياحه اشتغلت والدنيا حلوه اهيت، بس عايزين امان اكتر زياده عن اللزوم. احنا كلنا مؤيدين السيسي وبنحترم كلمته لان راجل عنده قيم عنده اخلاق عنده مبادئ، والراجل عايز يصعد بمصر لان حس ان مصر انهضرت ب 30 سنه فاتوا، يعني من 30 سنه حس ان مصر بتتدمر بس تدمر تكنيكيا بالبطء. مصر يا جماعه افضل بلد على مستوى العالم، يا ريت كلنا كمصريين نقف جنب السيسي ونشجعه ونقف جنبه ونقول ان كلنا لازم ننزل نشتغل عشان عجلة الحياة تمشي.
ركز معايا راضي يا حاجة انقف انقف وقف صح كده كده Oh,